تعمل؟ عواطف عبد الحسين عبدوت. عواطف عبد الحسين عبدوت. انتي شنو، ارمله مطلقه؟ لا مطلقه صارت من سنوات. مطلقه صارت من سنوات. في عندك اولاد؟ اربعه. اربعه. ثلاث ولد وبنين. ثلاث ولد وبنين. وين ساكنه هسه؟ هسه والله عدالي. يعني هذا البيت هو بيت اهلك؟ اي. ما عندك بيت؟ لا ما عندي. زين. عندك نفقه على اولادك يعني؟ لا ما عندي. اي؟ لا لا. زين. راتب رعايه تقاعد؟ لا والله كان عندي ثلاث بضاعة هويتي بعد من راجعت واحد يقول يشتكي واحد يروح يتعال بعد ما عمليت ورجعت. زين شنو شلون عايشه؟ شلون يطب لك الدخل؟ والله عندي لك حاليا هسه شفاف السكن. جاي اقصصه هيك ناعم. ايه. اسوي مخاط. ايه. ورجع. الحمد لله. شو اسوي بعد من العيش؟ جاي يشوفون هاي الامراه جاي تنتج جاي تشتغل. ضمن البيت العراقي جاي تشتغل يعني. تجيب هذا الاسفنج تقصصه وتسوي صغار وتسويه تسويه مخاد الغرض ان تبيعه وتعيش الاطفال. زين هاي المخده شقد تكلفك؟ شقد تكلفك يعني؟ يعني الوجوه اي كلها هاي. كلها والله ما بيها دخل بس واحد شيء يسوي يعني شقد يطب منها تقريبا؟ احنا اثنين بخمسه. اي والقماش بعد تعرف المتر 2000 يعني كل يعني مخدة كل ما ترسل مخدتين. زين والإنتاج مالهن زين مستمر لو يعني يوم بعد؟ هالأيام الناس يعني ما ترغب السفنج يقول لك لو دي باج أحسن مو ذاكر. إي صحيح. إخواني الأعزاء جاي يشوفون هاي الحالة. هي امرأة محترمة وجاي تعيش أولادها من لقمة حلال جاي تشتغل هاي الشغلة. بس هاي الشغلة بسيطة يعني مو شغلة إنه يعني تقدر تعيشهم وتقدر ترتب امورهم وباعتبارهم طلاب مدارس؟ مدارس. وباعتبارهم مدارس وداومون وهذا البيت تدفعين به ايجار له هيك؟ لا والله ما تدفعين. وعندك بس هاي الغرفه يعني؟ عندي مطبخ ما اخواني الاعزاء هاي الاخت عواطف احتياجاتها هواي. وانت شنو محتاجه؟ قولي شنو يعني محتاجه؟ يعني نسيت لك ثلاث شعار يعني نخلي النسوان بها يوم ثاني اذبلنا. هاي الثلاجه؟ هاي الثلاجه هسه تفتحي بطنها بني يعني طايحه كل صلحت بها هواي فتحي هي الثلاجه مجرد مخزن يعني مخزن عباره عن مخزن يعني الثلاجه ما عندها عباره عن مخزن الثلاجه. ها التلفزيون جابوا لي من ايام طلع خربان ما في لا ترى ما بيه الوان يعني تلفزيون ما عندكم تلفزيون ما عندهم طباختي وكذلك يعني بيت هواي يعني ان شاء الله. هاي البنكه خذتها بس منظر ما تشتغل. بنكه بس منظر ما تشتغل. سمعون اخواني الاعزاء حتى هذا المكيف وشديت دقيت عليه 75000 انطوني انا طلع ما يشتغل. هذا المكيف ما يشتغل عاطل ما يشتغل. ايوه بعد طبعا يعني جاي يعطوني طبعا هم ما استفاد من عندك. طبعا هي بيتها عباره عن هاي الغرفه فقط. اي مطبخ بس هاي الغرفه. اي عندك قاعد المطبخ هو هسه راح يطلع هاي اللي احنا قاعدين بيها عباره عن هاي البيت مالها هاي الغرفه. بعد محمد انت صور لهم المطبخ. هذا هو مطبخ بالاساس جاي يشوفونه مطبخ تشينكو. هذا المطبخ التشينكو في هذا المكان بالتحديد يعني هذا المكان هو هذا المكان يسبحون به. هنا بهذا المكان يسبحون يعني ما عندهم حمام لانه ما عندهم امكانيه يسوون حمام. فبالشتاء وبهذا البرد هم يجون يسبحون بهذا المكان اللي هو عباره عن مطبخ. الاعزاء هذا المطبخ وهاي الغرفه. طبعا هو البيت عباره عن مطبخ وغرفه ماكو بعض غيرهم. هذا المطبخ هو خارجي يعني البرد المطر كله وين؟ اللي يريد يطلع يشتغل هو هنا بهذا المكان. فاحنا نرتي يعني شو نسوي؟ احنا نسوي لهم فتحة قمرية يا ريت يعني يرتبون الوضع. نسقف لهم هذا المكان على ما يكون هذا كله مسقوف حتى المطر ما ينزل عليهم بالطبوق بهاي الشغلات. وجزاكم الله خير ورحمة الله والديكم.